قراءة القرآن عمل عظيم وعمل جليل وشريف. لماذا؟ لأن القرآن هو كلام الله، هو خير الكلام، وكل حرف تتلوه من هذا القرآن لك به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ويزداد فضل وشرف قراءة القرآن حينما تقرأ القرآن في الصلاة، يعني حينما تقرأ القرآن وتتلوه في الصلاة هذا يزيد الأجر ويزيد الثواب، لأنك جمعت بين القرآن وبين الصلاة. هل هذا مختص فقط بالإمام الذي يقرأ القرآن، أم أنه يشمل المأمومين المنصتين المستمعين؟ لا شك أن المستمعين، أن المأمومين المستمعين يشتركون مع الإمام في الأجر. أنت أيها المأموم، أيها المصلي، حينما تستمع إلى القرآن وإلى تلاوة الإمام أنت شريك له في الأجر. فإذا يا إخواني في الله ينبغي علينا أن نستشعر هذا المعنى.